مساء الخير للجميع من الفضاء الافتراضي للجمعية الفلكية الأردنية. حقيقة اليوم يعني في حدث هام جدا، وهو الذكرى 60 لأول رحلة فضائية مأهولة قام بها يوري جاجارين إلى الفضاء في 12/4/1961. يعني بعد يومين بصير 60 سنة على هذه الرحلة الهامة جدا. يعني في الحقيقة يسر الجمعية الفلكية الأردنية والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وحقيقة رح نقوم الآن بعرض فيلم وثائقي حول رحلة يوري جاجارين إلى الفضاء. وطبعا سوف تكون هذه الأمسية بإدارة الدكتور حنا صابات. من هو الدكتور حنا صابات؟ حقيقة الدكتور حنا غني عن التعريف. دكتور حنا صابات يحمل درجة دكتوراه بالفيزياء الفلكية من فرنسا، وهو أول شخص يحمل درجة دكتوراه في الأستروفيزيكس من فرنسا، أول أردني يحمل هذه الدرجة من فرنسا. والدكتور حنا صابات يعمل باحث وهو أكاديمي في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، وكذلك هو عضو الهيئة الإدارية للجمعية الفلكية الأردنية، وكان رئيسها الأسبق لفترتين متتاليتين، وكذلك هو نائب مدير مركز الفيزياء النظرية والفلكية. والدكتور حنا عضو في جمعية الفلسفية الأردنية وجمعية تاريخ العلوم، وله حقيقة نشاط كبير جدا في الببليك ليكتشرز، وهو باحث متخصص حقيقة ويعمل حاليا يعني في عدة مجالات، ومدير مركز مدير مختبر النجوم الثنائية في المركز الإقليمي، ويعمل حاليا في عدة أبحاث علمية، حيث انتهى تقريبا من حوالي شهر حول الدارك ماتر اللي هي المادة الداكنة، وهو الآن هذه الأبحاث في قيد النشر. ويعمل حاليا في موضوع في الكوزمولوجيا، وهو موضوع مشترك حول علم الأكوان مع مجموعة باحثين. فدكتور حنا غني عن التعريف، وله مئات حقيقة من المحاضرات العامة في علوم الفضاء والفلك التي تحاول نشر هذا العلم في المنطقة العربية. فدكتور حنا فلتتفضل مشكورة. أشكرك أخي الدكتور عبد المنعم التقديم، ونرحب بكل المشاركين على عبر تقنية زوم، وأيضا على اللايف على موقع الجمعية الفلكية الأردنية. نرحب بالجميع، ونود أن نبدأ هذه المحاضرة كما أشار صديق الدكتور عمار حول اللي هي بعنوان رحلة يوري جاجارين. بس دعوني أعمل شير للشاشة. أوكي، ظهرت عندكم؟ طيب. أنا بتكلم على لودينج في مجموعة شخصية. نعم. أستطيع أن أعيش فيه. أوكي. أول واحد هو المريخ. ما فيش أصل اللي حواليا إيه؟ عطارد قريب من الشمس، حر قوي من ناحية وبرد قوي من ناحية. فينوس بسبب. أوكي، بسيط. الآن نبدأ أول شيء سأبدأ باستعراض بسيط حول موضوع رحلة يوري جاجارين إلى الفضاء، ثم ننطلق إلى الفيلم الوثائقي الذي قمت باختياره بهذه المناسبة. طبعا نحن نتحدث ليست اليوم، هي حقيقة يوم الاثنين، يعني بعد يومين، بعد غد، بصادف 12 نيسان أو أبريل من عام 2022، اللي هو مرور 60 سنة على الرحلة التي 2021، أنا حكيت 2022، 12 أبريل 2021 اللي هو بيوافق مرور 60 سنة على رحلة يوري جاجارين إلى الفضاء. هي أول رحلة فضائية مأهولة حقيقة، وسنحاول أن أضع الموضوع في سياقه التاريخي حقيقة. الآن من هو بداية يوري جاجارين بطاقة شخصية أو تعريف شخصي؟ حقيقة الاسم الكامل هو يوري أليكسييفيتش جاجارين. ولد يوم في التاسع من شهر آذار
أو مارس عام 1934، وحقيقة هو ولد في مكان بسيط، قرية صغيرة اسمها كلوتشينو قرب غراتسك في الاتحاد السوفيتي السابق، يعني حقيقة لم يولد في مكان في مدينة كبيرة، وكانت يعني في مكان ريفي، وكان نشأته بسيطة، يعني لم يكن يحلم في يوم من الأيام بأن يصبح أول رائد فضاء، يعني مش فقط رائد فضاء بل أول رائد فضاء على مستوى العالم. توفي طبعا صغيرا جدا في بتاريخ 27 آذار 1968، وذلك في منطقة في تدعى نوفو سيولوفو نتيجة سقوط طائرته التي كان يقودها الميج 15 في رحلة تدريبية. حقيقة يعني مات وهو صغير جدا، في عن عمر يناهز ال 34 عاما. ونتابع حول هذا الشخص اللي هو يوري جاجارين. طبعا بداية حياته كما سنرى في الفيلم بدأ كعامل بسيط في مصنع صهر المعادن يعني، لكن رسميا لاحقا أصبح مهنته الطيار ورائد فضاء. عندما توفي كان برتبة عسكرية هي عقيد كولونيل، واسم الكبسولة الفضائية التي صعد بها إلى الفضاء التي دار بها حول الأرض هي فوستوك 1. أما تاريخ الإقلاع إلى الفضاء فهو 12/4 12 نيسان أو أبريل من عام 1961. فترة مكثه في الفضاء هي نحو 108 دقائق أو ساعة 48 دقيقة. طبعا نال العديد من الجوائز والتكريمات لاحقا، منها هو يعتبر بطل الاتحاد السوفيتي برتبة لينين، وهو طيار، وطبعا بالروس بسموه كوزمونوت وليس أسترونوت، كوزمونوت. ل هاي طبعا لأسباب تاريخية بدأت روسيا ومن تبعها كانوا يسموا كوزمونوت الفضاء، في الولايات المتحدة والغرب يسموا أسترونوت، لكن هي نفس المفهوم اللي هو رائد فضاء باللغة العربية. طبعا هاي باختصار حول هذا الشخص. طبعا حياته، من يقرأ عن حياته يعني نشرت العشرات من الدراسات والكتب وحتى الأفلام حول حياته ورحلته. حقيقة حياته مثيرة جدا يعني، هي باختصار يعني كيف أنه يمكن لشخص نشأ تنشئة بسيطة جدا، يعني لم يكن في ضمن مدارس كبرى أو ضمن مدن كبرى إلى آخره، كيف انتقل من عامل بسيط إلى أول رائد فضاء. هذا ما سنحاول أن نبينه في الفيلم لاحقا، لكن قبل ذلك علي أن أضع هذه الرحلة في سياقها التاريخي، يعني ما أهمية أن يصعد أول رجل إلى الفضاء. طبعا سأحاول باختصار أن أتحدث عن بعض المحطات التاريخية في استكشاف الفضاء، علما أن هذا الموضوع يستحق ليست محاضرة واحدة وإنما سلسلة من المحاضرات، يعني اللي هو أقصد في تاريخ استكشاف الفضاء. قد نبدأ سلسلة أخرى تختلف عن السلسلة اللي تحدثت عنها سابقا، هي هناك طبعا سلسلة بدأتها من فترة اللي هي تاريخ العلوم وفلسفتها، لكن تاريخ استكشاف الفضاء يستحق أن نبدأ سلسلة أخرى يعني نظرا لأهمية الموضوع، وخاصة أنه يعني الكثير من الدول النامية ومنها الدول العربية الآن تتجه إلى دخول عصر الفضاء. فطبعا بداية أود أن أذكر، طبعا صحيح أنه أول قمر صناعي هو سبوتنيك 1 ب 4 أكتوبر 1957، لكن بداية هناك أهمية أيضا أن نذكر حتى من ناحية الاستراتيجية أنه أول صاروخ عابر القارات اللي هو بسموه ICBM تمام أطلق في 21 أغسطس عام 1957 من قبل الاتحاد السوفيتي، يعني بمعنى آخر هو صاروخ باليستي، يعني صاروخ باليستي لا يعني مجرد ما تشتغل محركاته بالدفع وبعدين خلاص تطفئ، يعني بيصبح جسم مقذوف نحو الهدف. فكان قبل القمر الصناعي بفترة وجيزة. في 4 أكتوبر 1957 تم إطلاق أول قمر صناعي في العالم اللي هو سبوتنيك 1 من قبل الاتحاد السوفيتي. سبوتنيك 1 طبعا الاتحاد السوفيتي السابق اللي هي حاليا ورثته روسيا الاتحادية حاليا،
وهو أيضا قام بإطلاق أول إشارات راديوية من الفضاء أثناء دورانه حول الأرض. طبعا لك يجب أن تتخيلوا قدر الصدمة والذهول التي أصابت الولايات المتحدة ومعها الدول الأوروبية والغرب عموما من هذه العملية. طبعا لدرجة أنه ما زال حتى الآن هناك ما يدعى بعقدة سبوتنيك موجودة لدى الولايات المتحدة، للسبب أنه هي كانت في طريقها لإطلاق أول قمر صناعي، كانت يعني بتخطط وكان عندها علماء ومهندسين جلبتهم من ألمانيا من بقل يعني التي هزمت طبعا في الحرب العالمية الثانية، وجلبتهم معها إلى الولايات المتحدة وعملوا على برنامج الفضاء الأمريكي، وبجزء من أشهرهم فيرنر فون براون. فعندما تم إطلاق أول قمر صناعي من قبل السوفيات طبعا وصدم الأمريكيون لدرجة أنهم قاموا يعني دليل واحد من الأشياء المهمة، قاموا بتغيير مناهجهم الدراسية كاملة، يعني حقوا نحن فشلنا ويجب أن ننظر أين هو الخطأ، لماذا هذه الدولة هي التي أطلقت، تلك الدولة أطلقت قمرها أول قمر صناعي ولسنا نحن، يعني الولايات المتحدة بقوتها وعظمتها وإلى آخره. هذا كان السؤال. وطبعا هم بعد فترة وجيزة أطلقوا أول قمر صناعي إكسبلورر 1، يعني بعضها بضع أشهر أكيد، لكن دعونا ننظر إلى بعض الإنجازات الأخرى التي قام بها السوفيات في تلك الفترة. ب3 نوفمبر 57 تم إطلاق أول كلبة أو كائن حي، كانت كلبة اسمها لايكا، إلى الفضاء في مدار حول الأرض. طيب الولايات المتحدة في 1958 في بداياتها اكتشفت أحزمة أو يعني بشكل مؤكد ما يدعى بأحزمة فان ألين، اللي هي منطقة تحيط بالأرض، يعني وهي لها علاقة بتأثر اللي بيكون فيها أثر لبعض الجسيمات المشحونة إلى آخره اللي آتي من الفضاء خلال المغناطيسية الأرضية إلى آخره، يعني هاي تعتبر مرحلة مهمة جدا في علوم الفضاء. طبعا بمركبة فينيرا الروسية، المركبة الأولى طبعا هي أول عملية إطلاق من يعني نحكي المدار الأرضي في نحو مدار حول الشمس، يعني عادة الأجسام الأولى كانت تطلق في مدار حول الأرض، فأول مركبة أطلقت في مدار حول الشمس، مركبة طبعا نحكي غير مأهولة بالتأكيد، كانت فينيرا 1 في 12 فبراير 1961. وبالتالي لاحظوا أنه هناك سلسلة من السبق السوفيتي في تلك الفترة. طبعا وصولا إلى 12 أبريل 1961 هي أول رحلة مأهولة من قبل يوري جاجارين من خلال مركبة أو الكبسولة فوستوك 1. طيب طبعا ألان شيبرد تبع يوري جاجارين بعده بفترة وجيزة، ألان شيبرد أول رائد فضاء أمريكي. طبعا في تلك الفترة أيضا قام الاتحاد السوفيتي بإطلاق أول مركبة يعني انتربلانتري بين الكواكب، فينيرا 1 طبعا حكينا عنها، أيضا فوستوك 2 أول مركبة مأهولة تستمر لمدة 24 ساعة من قبل جيرمان تيتوف، وهناك سلسلة أخرى. طبعا أنا ما يهمني هنا بهذه الفترة بال 1962 طبعا كان رئيس الولايات المتحدة الأسبق جون كينيدي في أعتقد شهر نوفمبر 1962، يعني في أواخر 1962، وخلال خطبته المشهورة في جامعة رايس يونيفرسيتي في الولايات المتحدة طبعا تحدث عن عدة أمور، وبضمنها قال شيء مهم، قال أنه علينا أن نضع إنسان على سطح القمر قبل نهاية هذا العقد. العقد الذي نتحدث عنه هو عقد الستينيات، يعني قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي يجب أن نضع رائد فضاء على سطح القمر. طبعا
تحدث عن أمور أخرى، ثم عاد إلى نفس الموضوع في نهاية الخطبة المشهورة، فقال علينا أن نضع الإنسان يعني شخص على سطح القمر، وذلك ليس لسهولة الموضوع ولكن لصعوبته، يعني قال not because it's easy but because it's hard. وبدأت طبعا يعني هو حقيقة الولايات المتحدة من البداية حكت أنها في حالة سباق فضائي، بالرغم من أنه السوفيت كان يقولون لا إحنا مش في سباق مع الولايات المتحدة، لنا يعني مشاريعنا، لنا أهدافنا اللي بنمشي عليها. ولكن حقيقة يعني خلينا نحطها حقيقة بالسياق العام، هناك كان مرحلة تدعى الحرب الباردة في تلك الفترة، وبالتالي سباق الفضاء هو جزء من هذه الحرب الباردة. يعني لأن من يضع قدما في الفضاء أولا هو يمكنه أن يعني هي منصة مرتفعة جدا على الأرض وتستطيع مراقبة الأرض، فمن يملك جزء من الفضاء يستطيع أن يتحكم في الأرض. طبعا معروف الآن هناك أقمار صناعية للمراقبة، للتجسس، للاستشعار عن بعد، للاتصالات، أقمار تحديد الموقع إلى آخره، يعني هناك تطبيقات هائلة للأقمار الصناعية، فبالفعل هي شيء استراتيجي. الآن أنا الفكرة اللي بحاول أوصلها أنه طيب لماذا هذا السباق المحموم كان لوضع إنسان على سطح القمر؟ يعني اللي بتطلع على تاريخ الموضوع صح، هي خطبة جون كينيدي وأوكلوا الموضوع بعدين لناسا، وكالة الفضاء الأمريكية أو إدارة الفضاء والملاحة الفضائية الأمريكية ناسا توكلت بالموضوع، وبدأوا بمشروع ميركوري وجيميناي اللي هي كانت طبعا هي العملية كانت بالتدرج يعني وصولا إلى مشروع أبولو. أبولو واحد على فكرة انفجرت وهي على سطح الأرض، يعني كان فيها 3 رواد فضاء وصار في خطأ وانفجروا هم على سطح الأرض يعني في مرحلة تجريبية. طيب طبعا أبولو واحد وصولا إلى أبولو 11 هي التي هبطت. طبعا يعني بجوز أنه جدير بالذكر أنه السوفيات استمروا في الإنجازات، يعني مثلا كانوا أول رائدة فضاء روسية فالنتينا تيرشكوفا، أول عملية سير في الفضاء خارج المركبة، كل هذه الأمور جعلت الولايات المتحدة تريد أن تسجل يعني سبقا على السوفيات. فبالفعل توج ذلك في وضع إنسان على سطح القمر، يعني أنا بمشي بسرعة لأنه إحنا مش هذا موضوعنا بس عشان نعرف شو السياق العام، وصولاً إلى 20 جولاي 1969 عندما تم وضع أول إنسان على سطح القمر اللي هو رائد الفضاء نيل أرمسترونغ. وبالتالي شعرت الولايات المتحدة أنها حققت غايتها. طبعاً في هناك بعد أبولو 11 اللي هي المركبة هبطت وصلت القمر، أوصلت أرمسترونغ إلى القمر مع أدوين ألدرين ومايكل كولينز. مايكل كولينز طبعا ما نزل، بقي في المدار، لكن أدوين ألدرين أو باز ألدرين بسموه مع أرمسترونغ نزلوا على سطح القمر. كان هناك أبولو 12 وأبولو 13. أبولو 13 فشلت في الوصول، أبولو 14 وأبولو 15 وأبولو 16 وأبولو 17. يعني لحد عام 1972 استمرت رحلات أبولو. طبعا كان مخطط أيضا أبولو 18 و19. لكن هناك نقطة مهمة اللي بتطلع على تاريخ الفضاء، لماذا يعني مركبات أبولو لم تستمر، ولماذا لم يستمر استكشاف البشر، الاستكشاف البشري لسطح القمر تحديدا؟ طبعا لو تسأل معظم أو بعض على الأقل بيشتغلوا في وكالة ناسا أو على قراءة منها بيقولوا أنه السبب هو أنه أصبح بالإمكان استكشاف الفضاء بروبوتات، مركبات مع تطور الحواسيب إلى آخره، زي العربات المريخ وإلى آخره، وبالتالي هي أقل كلفة وأقل خطورة وبالتالي فيش حاجة الآن لوضع بشر على سطح القمر. لكن حقيقة من ينظر إلى ما حصل عندما تم إيقاف برنامج أبولو مع أبولو 17، يعني بعد أبولو 17 خلاص، الذي حصل هو أنهم أصبحوا يقولون أنه عندما كانت أو أطلقت أبولو 11 ووصلت القمر وأوصلت أول رائد فضاء، كانت طبعا العالم في حالة صدمة، يعني كل الصحف كل وسائل الإعلام تتحدث أنه وضع إنسان على سطح القمر هذا شيء هائل يعني مذهل. مع أبولو 12 يعني أوكي بدأ الموضوع يخف، مع أبولو 17 أصبح الموضوع كأنه حكينا طائرة تجارية انطلقت، يعني ما لم يعد خبرا مهما. فبالتالي الغاية قد تحققت،
وضعنا أول إنسان على سطح القمر، يعني أنا بتحدث بلغة الأمريكيين، وضعوا أول إنسان على سطح القمر، تفوقوا على السوفيت بهذا المجال، وخلاص حققوا غايتهم. فبالتالي هذا دليل على فكرة أنه الغاية الأساسية من برنامج أبولو لم تكن علمية بقدر ما كانت استراتيجية وعسكرية. طيب الآن في الوضع الحالي، في العصر الحالي، هناك عودة جديدة لاستكشاف القمر بشكل مأهول، طيب، لكن راح تكون طبعاً بمنظور مختلف، مش زي منظور السابق اللي هو التسابق السوفيتي الروسي الأمريكي. ربما الآن هناك لاعبون جدد اللي هم الصين والهند ودول أخرى، ربما عدا طبعا روسيا الاتحادية والولايات المتحدة. ما أريد أن أقوله أنه طبعا الشكل الوحيد الذي تبقى بعد ذلك لارتياد الفضاء هو طبعا في وضع رواد الفضاء حول في مدار حول الأرض، منها مثلا سابقا كان عندنا سكاي لاب الأمريكية، هناك أيضا مير الروسية، حطت مير الروسية اللي ظلت شغالة العام من 1986 لل 2000، ولاحقا ورثتها ISS المحطة الفضائية الدولية. إذا في هذه الأمسية سنرى طبعا، بحثت قليلا شفت أنه أفضل شيء، لا قبل ما أتحدث عن الفيلم كنت بس بدي أعزز، بدي أوريكم هاي الصورة. هذه الصورة تمثل طبعا، هاي صورة تاريخية أنا بعتبرها، أخذت عام 1997. طبعا أنتم شايفين هون هذا نيل أرمسترونغ، طيب هون بجوز بعضكم بيعرفوا بعض الأشخاص، هذا الأستاذ هاني ضليع صديقنا وزميلنا في الجمعية الفلكية الأردنية، أستاذ إبراهيم جميل عدوان، ودكتور محمد عوض الله، والمرحوم المهندس خليل قنصل الرئيس الأسبق للجمعية الفلكية الأردنية، ومحدثكم. طبعا هاي صورة كيف أخذناها وليش أنا حبيت أحطها بهذا السياق؟ حقيقة كان نيل أرمسترونغ جاي في زيارة أو عبور، ربما ما عندي التفاصيل، للأردن في ذلك العام 1997، وتم استدعائه لإلقاء محاضرة في مدرسة اليوبيل. مدرسة اليوبيل اللي ما بعرفها هي مدرسة للموهوبين يعني والمتميزين يعني أكاديميا وعلميا. فألقى محاضرة حول رحلته إلى القمر إلى آخره، وكان هناك بعد ذلك حوار وأسئلة من قبل الجمهور. طبعا ليش أنا حبيت أذكر هاي الحادثة بالتحديد؟ لأنه استدرت من نفس الشخص مش نقلا عنه. سأله أحد الطلاب سؤال ذكي جدا، قال له: عندما ذهبت إلى القمر ووصلت هبطت على سطح القمر، هل شعرت أنك تمثل البشرية جمعاء أم فقط الولايات المتحدة الأمريكية؟ فطبعا ذهل أرمسترونغ من هذا السؤال، وبدأ حديثه بالجواب التالي، قال لهذا الشخص: I wish I would give you an answer that is half as good as the question. يعني أتمنى أن أعطيك جوابا في نصف جودة السؤال الذي طرحته. وحقيقة استمعت لما قاله بعد ذلك، وواضح هو لم يعطي إجابة مباشرة. فأنا استنتاجي الخاص أنه شعر هو في هذه الفترة في ضمن السباق الفضائي بين العملاقين، هو كان يمثل، شعر أنه يمثل الولايات المتحدة وليس البشرية ككل، بالرغم من العبارة التي قالها، وهي بجوز عبارة يعني بروتوكولية، عندما رجل على سطح القمر قال أنه خطوة صغيرة لإنسان وخطوة عملاقة للبشرية. الآن هذا كله طبعاً ليش ضروري أحكي عنه؟ على أساس تعرفوا ما أهمية رحلة يوري جاجارين، لماذا؟ يعني هو دشن مرحلة جديدة. أول نقطة هي وضع قمر صناعي لا يحمل بشر ولا كائنات حية، وتدريجياً وصولاً إلى وضع أول إنسان في مدار حول الأرض، وبعد ذلك تطورت الأمور وتسارعت. طبعاً وقع اختياري على فيلم، ويعني أحببت أن يكون فيلم من منظور روسي أساساً، فاسم الفيلم Gagarin Untold Story of First Man in Space، من إنتاج قناة RT. هو فيلم مش طويل يعني، حوالي 26 دقيقة،
والكاتب هي آسيا غوزمان، المخرج بافل بايديكوف، والمنتجة إيكاترينا ديرغاتشيفا. وصدر عام 2014، حقيقة صدر بمناسبة الذكرى 80 لولادة يوري جاجارين. تمام، سننتقل إلى الفيلم الآن، ونترك المجال بعد الفيلم إذا هناك أي أسئلة أو حوار أو أي شيء ترغبوا فيه. بس دعوني أوقف السكرين هاي وأفتح الفيلم. دكتور حنا بتقدر تعمل ميوت أول، لأنه أحيانا يفتح المايك عند بعض الناس. أوكي. شكرا دكتور. عفوا. بس دقيقة واحدة. Life. More than any class I ever took at school, more than any college class I took, even though I didn't finish going to college. Books allow. سأقوم ب يعني وضع أيضا الترجمة بالإنجليزية أساس تساعد تسمعوا الحكي مع الكتابة. بس أكدوا لي إذا الصوت واصل. واضح الصوت؟ صوت الفيلم؟ واضح دكتور. Boris Kukulyev and his wife Kaleria are artists in Russia. Before the revolution, Palech was known for icon painting. During Soviet times, the painters turned to fairy tale characters. And on April the 12th, 1961, one fairy tale miraculously came true. Well, imagine the first human to travel into space. It's such a breakthrough going there. It's huge. The excitement was immeasurable. The artists knew intuitively that a new hero had emerged, worthy of being immortalized by the latest of many generations of painters. The hero who descended from the sky was a simple carpenter's son, Yuri Gagarin. Icon painting paved the way for the future development of the art in Palech. And so we couldn't break with the convention and creative characteristics of our art. This comes from the heart, you know. I've never even seen him in person. For me, this is the image of a hero. If Yuri Gagarin had known that the artists in Palech were creating a series of paintings depicting him with almost biblical illustrations, it's highly likely he would not have approved. The first human flight into space was seen as a triumph of science. Gagarin himself often said that spaceflight was no miracle, but a direct result of hard work by thousands of people. Researchers, engineers, and developers. He was simply lucky to have been chosen from 12 other worthy candidates. In his own story, though, there is no shortage of miracles, prophecies, and eureka moments.
He was being awarded some accolade. There was a reception being held for the occasion. And suddenly he says, ladies and gentlemen, at that time in the 60s, we didn't have gentlemen, and we didn't have ladies. We just had citizens, or at the most, we had men and women. And anyway, I know where he comes from. I know the village of Klushina. I know that place. He was born to an ordinary family, in a small house, in a remote village. Yuri Gagarin was born in 1934, and in 1935, Konstantin Tsiolkovsky, an early pioneer of spaceflight theory, wrote, I can easily imagine who will be the first human to overcome gravity. He's Russian. He's a citizen of the Soviet Union, most probably a pilot by profession. I can imagine his honest Russian face, his sharp blue eyes. That's what Tsiolkovsky published in 1935. Interestingly, he published it when Yuri Gagarin was just 1 year old. And when Yuri was just 7 years old, war broke out. The Soviet army was retreating and the Nazis entered the village of Klushina without striking a blow. Civilians were forced out of their homes. The Gagarin family had to live in a field dugout for 2 years. The Germans' field kitchen was close to them in the courtyard. When the Germans had finished serving the soldiers and everything was quiet, we used to go to the dump where they threw away their waste. We'd look through their rubbish to find a slice of sausage or a chunk of bread that they'd thrown away. According to Yevgeny Derbenkov, the villagers were terrified of aeroplanes. And Yuri Gagarin, the friend who shared his hungry childhood, never even dreamed of flying. One day, though, curiosity proved stronger than fear. He runs up to me and says, Evgeny, let's go. A plane's landed in the bushes. It had come down in bogland, broken. I get there and Yuri's already inside. I'll never forget what he said. What took you so long? I'm already flying. That was long before his first real flight. In 1945, after war ended, the family left their village for the town of Gzhatsk, a small town in the Smolensk region that's known today as Gagarin. When in 1946 or 47, Yuri and his brother were going home from school, they encountered wolves in the central square. There's a statue of Gagarin there now. So can you imagine how devastated these lands must have been for wolves to come into town? Young boys who lived through the war feared neither wolves nor death. The 12-year-old Yuri Gagarin's favorite game was an unusual variety of dare. He'd take a grenade and he'd pull the pin. It would blow up after 10 seconds and he'd count 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then throw it straight up. It would go off in the air like thunder and lightning. Girls liked him. They liked him a lot. They chased after him trying to find the right approach. He was handsome, athletic, a boxer and played the trumpet. He was the first trumpet player in the orchestra. I used to go to his house and cry, give me the trumpet, please, I want to try. Eventually, I did get one and became the second trumpet player. With all that going for him, why did model student Yuri Gagarin suddenly drop out of school at 15, leave home, and join a trade school? It may seem hard to understand today, but those who remember the post-war years consider this strange decision quite reasonable.
How could we just sponge off our parents? We lived very modestly. One could even say poorly. That's why there were so many people who studied so they could start working. There was no use for reading books or scribbled writing. Foundry work wasn't really Gagarin's chosen occupation. It was the only trade available to teenagers with just 6 years of school behind them. At first, Yuri envied the turners and locksmiths, but eventually he became accustomed to blazing heat and molten metal. So much so that 10 years later, as his rocket caught fire while re-entering Earth's atmosphere, Gagarin would calmly say to his colleagues, "I'm burning up. Goodbye, comrades." He never talked about whether the experience was frightening or not. He just said that when he had been descending and had seen fire through the porthole, it had been a bit scary. "I'm burning up now. This is the end," he thought. Of course, the world's first cosmonaut didn't burn up, and didn't even go mad as psychiatrists had feared. Strangely though, after that iconic orbital flight, he landed on the site where he had taken off for the very first time. And he says, "I know this place. I used to fly here. It's the Saratov Flying Club." He had studied there. He knew all these fields. It's thought that Gagarin joined the flying club while still a third-year student at the Industrial Technical School for no better reason than because being a pilot at the time was seen as cool. "Obviously, we were eager to demonstrate that we would start a career in aviation in no time. Then Yuri suggests that we go to a military shop to buy pilot's caps. We went to a dance party, and he had a pretty girl called Ina. She liked him, and he was totally in love with her. Her parents found out about it. They lived in a posh house here. Her father was on the regional party's committee, and he said to her, 'Ina, you see, yes, Yuri Gagarin is an A student, but when he graduates from technical school, what are his prospects? He could well become a foreman, but nothing more senior.'" Despite the smile in every photograph from that time, his friends knew that not everything was going well for Yuri. The girl he loved split up with him, and his aviation career wasn't taking off. They were actually going to kick him out because he was bad at it. He constantly failed to land properly. He couldn't see the ground and didn't know how to land a plane gently without plopping down and breaking the landing gear. They had to give him a number of additional flights, and then qualification flights. According to Gagarin's official biography, after his very first flight, Yuri knew that he would become not just a pilot, but a military pilot. He would dart through the clouds in a jet fighter. The reality, though, is a little different. The future cosmonaut's fate was in fact decided by anonymous officials from the Ministry of Education. "Yuri and I were going to enroll at the Moscow Institute of Steel and Alloys after finishing technical school. Back then, there was a system, 5% of graduates with distinction could enter university without exams. Well, we wanted to get into university, but the country needed craftsmen, and there were just 15 people in our group, so we were scattered all over the Soviet Union. Yuri had to go to Tomsk, I had to go to Stalino, and so on. We weren't allowed to be in that 5%. That was a turning point." To work with a hot furnace in a Siberian factory, or join the army and fly aeroplanes through clear blue skies, the choice was obvious. Gagarin graduated from the Saratov Flying Club with distinction and was admitted to the Orenburg Air Force Pilot School without exams. He was made a deputy platoon commander. He liked order very much. He liked everything to be just so. Once in winter, everybody was taken outside for morning exercises. "I'm not going, Yuri. I don't feel like it," I say.
He replied toughly, "No, you will go. I can see that you're pretending. If you don't go, you will be washing the floors in the barracks." I mean, he wouldn't accept any favoritism. One book a week. But not many people have time for that. I understand. So I created a company with my business partner Alex called Mentor Box. We have دقيقة واحدة هلا بنرجع إلى الجزء الثاني من الفيلم. The Gagarin smile. It's hard to imagine that the first ever cosmonaut could be strict. It's even harder to believe that there were people who hated him. Nevertheless, 4 years prior to the flight, his fellow students at the pilot school thought he needed a lesson. The guys there liked to go absent without leave. And he, being deputy commander, started warning them. Guys, if you go AWOL again, I'll inform the administration. They didn't like that, and they gave him a blanket party. They flung a big sack over his head and started throwing punches. Three of the trainees who'd assaulted Gagarin were expelled, but he later confessed to his friends that he had deserved the treatment. He said, "Victor, you know I was young, and I shouldn't have raised the issue with the guys. I should have just pretended not to notice, but you know, I just couldn't do it that way." This footage was taken in 1962 in Japan, a year after the landing. By then, Gagarin had no enemies. The whole planet seemed to adore him, and millions of women were jealous of one modest and bespectacled brunette, his wife, Valentina. But why her? Many people wanted to know how she had captured the handsome hero's heart. The answer is simple. When they first met on a dance floor in Orenburg, Valentina rejected the attentions of trainee pilot Gagarin. She was the one who didn't fall for him. Gagarin, though, refused to give up. The more difficult and inaccessible the goal, the more driven and motivated he was to achieve it. Well, she was a pretty and slim girl. He met her on the same day that I met her. I liked her a lot too, Valentina. I wanted to swipe her away from him, but I failed. He basically met her, got attached to her, and he never let her go after that. Valentina married a pilot, but Gagarin only ever worked as a pilot for 2 years.
When he was offered the chance of a medical examination which would qualify him to start training for spaceflight, Gagarin didn't hesitate. He was inevitably attracted to the idea. The more inaccessible the goal, the more driven and motivated he became. The most difficult part was the endurance test in a hyperbaric chamber at an altitude of 14,000 meters with just an oxygen mask. On that test, people often suffered nitrogen boiling in their blood. Things like that are unnecessary and often sift out a lot of talented guys and harm their health. That's why we were outraged. That outrage, by the way, was initiated by Yuri. And I remember when the head doctor found out about it, he spoke to Gagarin and warned him, "I'll expel you." There was this fellow, Dr. Yazdowski, who said, "You know the difference between you and the dogs? They're silent, and all you do is bark." In the history of space exploration, there were two famous dogs that survived and returned to Earth alive. Their names are legendary, Belka and Strelka. But there was also Laika, sent into orbit in a satellite capsule with no chance of survival. There were Lisichka and Chaika, who died after their rocket exploded on the launch pad. Every member of the first group of cosmonauts was aware that the same could happen to them. Their chances of survival were slim. But in spite of the risk, everyone wanted to be the first. And the final decision rested largely with chief spacecraft designer Sergei Korolev. It was October 1960 when we first met Mr. Korolev. He spoke to Gagarin first and asked where he lived, where he served, and about his family. Then he went through the rest from A to Z. There was Anikeyev, Bykovsky, Valinov. So at that very moment after we left, I said, "He's the first candidate." We all thought that he was a test pilot. But on April 12th, when we found out that he was in fact in cosmonaut training, it was like a thunderbolt. We had never even suspected it. I came out to Revolution Square and barely recognized Moscow. Crowds of people were crying, hugging each other and laughing. I asked, "What's happened? Are you from another planet? It's Gagarin. Gagarin went into space." After all, a human had descended from heaven. Not from a height of 22 to 24 kilometers. People had already gone that high. But from there, from the gods. And obviously, everyone wondered if he had actually seen God. Gagarin didn't see God, but he was almost treated as a god. He was fascinated by the stars, and he became a superstar that everybody wanted to meet. From the Queen of England to a former roommate. Here and there, people were saying, "He's great, great, really great, mighty. He went where nobody had ever been before." I wanted to ask him a few questions, wanted to have a chat and understand who he was. He might be an alien now. Meanwhile, Gagarin had a message that he wanted to send out to mankind. When he landed, he said that Earth was a wonderful place, and everyone who lives on this planet must unite. All together. And I emphasize that. Unite. Come together to take care of it. The message was for mankind, but it was heard by ordinary people whose priorities were more down to Earth.
They asked for an autograph, a smile, or for help to feed livestock. My cattle needed a bit of support. I had nothing to feed them. I said, "What about some feed? Can you request that from the government?" And he could get it. I used to get hold of bicycles and, excuse me for saying this, toilets for building sites, because the city had been neglected. He arranged proper drainage for the city. All the streets were dug up. В родной город Бжатск приехал Юрий Гагарин. Everyone had plenty of questions for him. I mean, we constantly had visitors. When he came over, our house was always full of guests. Some needed help with rent, others needed assistance getting into hospital. He could come here and barely manage to talk to anybody. When he got a call from Moscow, he immediately went back there. After the flight, he belonged neither to himself nor to his family. I mean, not his wife and kids, and not us. Сейчас, правда, приходится мне очень много работать. И если до выполнения, до совершения космического полета был строго определен распорядок дня, то сейчас часто получается, что этот распорядок дня получается очень растянутым. Приходится в сутки работать не по 7, не по 8 часов, а по 12, по 15 и больше. In this rare footage, the cosmonaut is seen with his wife and two daughters. It seems the very image of a peaceful and harmonious life, but they're not alone. A documentary crew is filming for a historical record. He didn't need it, the country did. He was a sort of symbol. They'd bring him along to meet this person, to go there or somewhere else. He was exhausted, that's what he said. Большие планы, самые заветные мечта – это еще раз, если позволят, и здоровье, и, так сказать, мои способности, деловые качества. И не раз побывать в космическом пространстве, слетать туда, посмотреть побольше, слетать на другие планеты. Но я, конечно, понимаю, что до тех пор, пока мои друзья туда не слетают, меня не пустят. Но когда подойдет моя очередь, очевидно, я с большим удовольствием He liked to live it up, you know. When he visited his parents in Gazhatsk, he drove a Renault. He raced in this car like crazy. I went with him once and never did it again. He needed to reduce his stress because he had so much responsibility and maybe the kind of pressure that can make you go crazy. He was only indignant and maybe dissatisfied because he wasn't allowed to fly. They basically put limits on him and he always asked to take a flight. Can I fly a MiG-15? Anything. I just want to fly, all the time. Yes, he used to say, they won't let me fly, they're protecting me. On the 27th of March 1968, on a routine training flight in a regular fighter jet, along with Vladimir Seryogin, an experienced flight instructor, Yuri Gagarin, the world's first ever cosmonaut, despite those attempts to protect him, died. تمام لحظة شوي بس الآن إذا في حدا عنده أي سؤال أو تعليق بس طبعا إحنا بس بحكي كلمتين في النهاية هون طبعا واضح إنه هو يعني بعد ما طلع برحلة هي كانت يعني حوالي 108 دقائق فقط يعني زي ما شفتوا الغريب انه يعني قفز الى شهرة فجأة يعني من شخص تقريبا ما حدش بيعرفه حتى يعني غير المقربين حوالي اصبح رمز مش فقط على مستوى روسيا او الاتحاد السوفيتي بل رمز عالمي
يعني كانوا بيدعوه إلى زيارات في دول مختلفة، بيعمل لقاءات محاضرات، أصبح رمز كبير داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه. طبعا هذا بدل، إذا دل على شيء بدل أهمية الارتياد البشري للفضاء. تمام. وإذا لاحظتوا بالفيلم نفسه ظهر رائد الفضاء السابق أليكسي ليونوف. ليونوف هو برضو له يعني حامل لقب مهم، إنه أول شخص بيخرج خارج المركبة، يسموه الـ EVA Extra Vehicular Activity أو سير في الفضاء. فزي ما أنتم شايفين يعني هناك الكثير من الإنجازات اللي تمت بهذيك الفترة، والولايات المتحدة اعتبرت أنها ردت اعتبارها بوضعها أول إنسان على سطح القمر، شايفين يعني هاي ضمن هذا السياق ممكن نحكي. والآن بعتقد أنه نحن بصدد عودة جديدة أو سباق جديد للفضاء، بيختلف عن السباق السابق اللي كان في إطار الحرب الباردة. والآن هو الاهتمام حقيقة هو بوضع بشر وعمل مستوطنات، بدءا ربما المريخ والقمر بشكل مؤقت، يعني قد يكون زي محطة يعني متوسطة يعني لأسباب مختلفة. طبعا القمر ما تسوى أول شيء أقرب لنا، هناك العديد من المعادن الموجودة على سطحه، هناك المياه. قبل قليل كان في محاضرة للدكتور عمار السكجي حول موضوع المياه على القمر. فبالتالي القمر قد يكون محطة في أو خطوة على الطريق نحو استيطان المريخ. ويعني في النهاية لابد أنه ندرك أنه حتى دخول القطاع الخاص زي سبيس إكس وزي شركات أخرى منها أمازون، جيف بيزوس أيضا، مش بس سبيس إكس وإيلون ماسك، نحكي عن الكثير من عمالقة البزنس. نعم، يعني عندهم أهداف فضائية. يعني دخول القطاع الخاص، طبعا هون برضه لازم نطرح سؤال انه حان الوقت لاعاده صياغه او اعاده صوغ قوانين الفضاء والدبلوماسيه الفضائيه بما ينسجم مع روح العصر الحالي، لانه قوانين الفضاء السابقه وضعت في اطار الحرب البارده، الان الوضع يختلف تماما. فهناك روح تنافسيه تجاريه اذا بدكم بزنس، يعني صاروا ناس بيطمحوا، يعني كل بالرغم من الاستثمار الهائل لهذه الشركات، مثلا لو حكينا سبيس اكس، تخيلوا كم صاروخ راح لها انفجروا خلال المراحل الاولى هاي، ففقدت يعني ملايين حقيقه. لكن هو بيعرف مثلا ايلون ماسك انه كل دولار بيصرفه الان راح يعوضه ربما 10 دولارات لاحقا. فهون لازم نفكر كيف يمكن انه يعني ننظم هذا الموضوع، بحيث انه يبقى الفضاء هو بالفعل ملك البشرية جمعاء ويعود بالخير على البشر كافة. بكتفي بهاي الملاحظات وبنفتح المجال للنقاش والأسئلة اذا حدا عنده اي شيء. دكتور حنا مساء الخير، ويعني شكرا جزيلا على دائما على استثمار المناسبات وذكرى كذا وكذا وكذا. فزي ما كان الاتحاد السوفيتي رائد فعلا، وغيره طبعا كانوا رواد، برضو الجمعية الفلكية الأردنية رائدة في يعني في نشر هاي الثقافة والمواصلة بهاي الكثافة. بس خلينا نذكر مرة ثانية من فضلك، متى توفي طبعا في حادث يوري جاجارين؟ أنت بالضبط 1968، يعني بعد يعني كان عمره 34 سنة كان عمره. تخيلوا قديش بالضبط قديش كان واعد. وسنة 68 طبعا الهبوط على القمر السنة اللي بعدها كان رحلة مأهولة طبعا بعديه بسنة، بمعنى انه هو عاش كل حياته وما في حدا يعني في حياته ما شهد انه في حدا سبقه. صحيح يعني طلعوا نعم صحيح. لكن مثلا ليونوف زميله يعني الكوزمونوت اخر طلع خارج المركبه، هم طبعا منعوه يعمل اي رحله ثانيه لانهم كانوا بدهم يحافظوا عليه. طبعا هذا شيء غريب برضه، يعني مع انه هو كانوا يحطوا احتياط في معظم رحلات فضائيه، خلوا احتياط، لكن احنا بدناش اياك تطلع بهاي الرحلات، كانوا يحكوا له عشان انت قيم بالنسبه لنا، اصبحت رمز للاتحاد السوفيتي والى اخره. وكان بالفعل زي كانه امباسادر او سفير سفير الفضاء للروس. فبالتالي التعليق كان انه حتى اعتبروه ايليان، هل انت يعني تجاهل؟ هو اصبح رمز، يعني صاروا يعملوه بمعامله غريبه، بس يعني مش ملامين لانه هاي اول مره. الان صارت الاشياء خلاص اكثر يعني
يعني صار مألوف الموضوع، وصاروا يعني مئات بل آلاف رواد الفضاء بغض النظر يعني وين كانت ريادته الشخص. فطبعاً بالتأكيد دائماً البدايات هي الأصعب، يعني حتى لو الآن صارت في يعني فتوحات هائلة وأكبر من اللي صار، ولكن الخطوات الأولى هي الأصعب، فهي اللي فتحت الباب بالتأكيد. يعني هو فعلاً رائد الرواد، هو فعلاً 100%. يعني بعدين هو يعني القضية أنه هو يعني شخصيته الغريبة كان متمالك الأعصاب أو هذه الأعصاب بشكل رهيب. يعني اللي بقرأ شوية تفاصيل عن رحلته نفسها أو شو كتب عن نفسه، يعني صح هو بس آخر جزء وهو راجع هذا الدرع الواقي سخن بشكل أصبح مشع من كثر ما هو ساخن أثناء الاحتكاك بالغلاف الجوي، ففكر أعتقد أنه راح يحترق هو مع المركبة، فودى لهم اللاسلكي أنه خلص وداعا يا أصدقائي. لكن بالفعل بالأخير ما صارش فيه إشي، ونزل بالباراشوت وهبط في طبعا هي منطقة ريفية نائية، ما كان بالمكان المخصص، راح بالمكان أو المتوقع، راح بمكان مختلف، ومكان هبط فيه طبعا في منطقة ريفية نائية، حتى يعني سكان المنطقة فكروا جاسوس أو شيء من هذا القبيل. بالفعل يعني هو شخصية يعني غير عادية، حياة درامية فعلا. نعم. بفترة قصيرة يعني 34 سنة عمل هذا الإنجاز وأصبح رمز كبير دخل التاريخ وغادرنا بسرعة زي ما أنتم شايفين. يعني هاي برضو مسج إنه اللي عنده شيء حقيقي مش بالضرورة يكون الشو تبعه كتير كبير، يعني هو ما سعى لهذا الشو، لا عمله هو اللي وصله. بس هو إنسان يعني كان هيك يعني ملتزم، وعنده تفكير عميق، وزي ما حكيت عنده كان اتزان كتير كبير، لأنه الأشياء اللي تعرض لها صعبة جدا، وكان ممكن أي إنسان بطل حتى ممكن إنه يتردد. صحيح. والضعف الإنساني أكيد الشيء الطبيعي، يعني لو ما اختار كلية الطيران كان ممكن يطلع بس عامل في مصنع، عامل هذا صهر المعادن والآخر، وكان ما حدا عرف فيه حاليا، ما ولا حد دري عنه. صحيح صحيح، فبيستاهل فعلا نحيي ذكرى وناخذ العبره. صحيح. نعم. يعني بعد 60 سنه، وطبعا هذا دليل يعني احنا برضه ممكن نسال بهاي المناسبه انه بعد 60 سنه من اول ارتياد بشري للفضاء اين نحن والى اين سنذهب؟ يعني طبعا حاليا احنا شايفين انه حاليا السياحه الفضائيه هي اصبحت طاب قوسين او ادنى، يعني بس بدك تمتلك شغلتين، اللياقه البدنيه، طبعا اذا عندك لياقه بدنيه او عندك لياقه بدنيه طبعا بتتعرض الواحد لفترة تدريب مناسبة وإلى آخره، واثنين طبعا الكلفة، لما نحكي عن سياحة خاصة قطاع خاص، يعني إنه واحد يطلع يتسلى يطلع على الاي اس اس أو كذا بده كمان يدفع له مبلغ وقدره، فإذا تحققوا في شرطين يعني معه ما يكفي من يغطي الرحلة من حيث التكاليف واللياقة اللازمة ممكن يطلع سياحة إلى الفضاء. يعني صحيح هذا على المستوى الفردي، بس حتى بطل زي هذا الشخص وغيره من الرواد الأفذاذ ما كان ممكن يعني حتى يعني يعملوا هذا الشيء لولا وجود اصلا برنامج ودولة وراء الموضوع ورؤية سياسية طبعا كبيرة، لانه بالنهاية الموضوع مهما كنت رائعا بس انت بدك برنامج اللي يحتوي 100%. هو طبعا ما جتش يعني هون دائما بحضرني مقولة نيوتن نفسه لما حكى انه إن كنت قد رأيت ما هو أبعد فهذا عائد إلى وقوفي على أكتاف العمالقة، يعني هو عم بيحكي عن من سبقه زي ديكارت وغيره من شو اسمه. صحيح. فبالتالي ما في يعني الواحد الفرد في النهاية هو أيضا نتيجة ظروف موضوعية محيطة فيه، يعني ما في إشي بيجي هيك من لا شيء من العدم يعني. ف بعرفش هلا في إذا ما في أي سؤال أو تعليق نكتفي بهذا القدر، و نراكم في يعني مناسبة أخرى أو في نشاط آخر مع الجمعية الفلكية الأردنية والاتحاد العربي. دكتور حنا يعطيك العافية. دكتور حنا أيوة تفضل، كيف حالك؟ يعطيك العافية. ألين الله يعافيك. أنت آيفون 5 طب ليش ما بتحط اسمك آيفون 5؟ هو شوف لما تكون في تسجيل على الإيميل، تسجيل على الإيميل تطلع الصورة معي، لما يكون ما في تسجيل ادخل جوا على اللينك بطلع لي الايفون، حتى ان هو مش أيوة ايفون 5 هو ايفون 8. طيب بسيط. كل حال بسيطه، بس انا لي مداخله على عظمه تفضل. يعني صراحه على عظمه، اول شيء شكرا لك، هاي المحاضره قيمه. تسلم. دخلتنا باجواء حلوه كثير فيها، الله يخليك. بس انا بشوف استكشاف القمر يعني بالبدايات للبشريه كان مثل الشخص الاعمى الضرير
اللي ما بيشوف إشي بس من حاسة اللمس والشم بيقدر يتعرف على الأشياء. فأنا بشوف يعني اكتشاف القمر من خلال رواد الفضاء ورواد أبولو وغيره هو خلى العالم صراحة تشوف شو هو القمر هذا، شو هو القمر اللي كان يتغزل فيه من آلاف السنين. هاي بس مداخلة. وبالنسبة للاتحاد السوفيتي، الشيء الرائع عندهم اللي لا زال يترخ اللي هو طبعا سبوتنيك، القمر الصناعي اللي عندهم 57 سبوتنيك. والشيء الجميل انه ناسا اعترفت بهذا الانجاز العلمي، واحدى الاماكن اللي تم اطلاق عليها اسم سبوتنيك بلاتينيا على الكويكب بلوتو. تم تسمية قطعة ضخمة من مساحة ضخمة من هذا الكويكب اللي اكتشفوه على طبعا على من خلال مهمة نيو هورايزنز. القطعة هاي الضخمة الكبيرة اللي هي جليدية ضخمة كبيرة فيها تشققات، تم اعطائها اسم سبوتنيك بلاتينيا على نسبة الى للقمر الصناعي سبوتنيك، لانه سبوتنيك لما هبط على الارض هبط في منطقة بالاتحاد السوفيتي كانت منطقة كلها فيها تشققات طينية، منطقة يعني كبيرة كلها تشققات طينية. فهي المنطقة فيها تشققات من الجليد النيتروجيني، خلينا نحكي على كواكب البلوتو، وجدوا أنسب شيء أنه يسموه نسبة إلى المنطقة اللي هبط فيها القمر الصناعي سبوتنيك، هو أول قمر صناعي بالعالم. جميل، شكراً على مداخلاتك القيمة. وفي ناس عم بتطالبني انه انزل فيديو، راح ابعث لكم اللينك. نعم، هون راح احطه، برضه راح احطه على صفحتي على الفيسبوك للمهتم، وعلى صفحه الجمعيه اساس اللي بده وضعته على الشات، اللي بده يحضره بالكامل يعني بهدوء يعني ممكن يحضره. وفي خمس ايادي رافعين ايديهم دكتور حناه. والله اوكي، انا هلا انتبهت. اوكي، نبدا باقصى اليسار. عندنا الست ليلى غنيم، تفضلي. مرحبا، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ اهلا فيك. انا بتذكر لما يعني بالستينات لما طلع جاجارين، وبعديه طلعت رائدة فضاء اسمها فالنتينا، اظن فالنتينا تيريشكوفا. نعم، وقتها مش عارفه ليه اعتقدنا انه هي زوجته. هل هي زوجته صحيح؟ لا ولا نفس الاسم بس؟ ما لها علاقه فيه، يعني ما فيش على صله قرابه بينهم. زي ما اليوم بالفيلم ورجونا مين هي زوجته، لكن فالنتينا تيريشكوفا انا اللي بعرفه انه تيريشكوفا نيكولايف، يعني انه زوجها من عائله نيكولايف، اما مش يوري جاجارين. مش جاجارين. بس الناس بتحب تربط لأنه رائد فضاء رائد فضاء. من وقتها أنا متذكر من هذيك الأيامات إنه تزوج لا مش زوجته. شكرا. في عنا كمان الأستاذ خالد السباعي. نعم، الله يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك، أهلا وسهلا. شكرا على المحاضرة القيمة سيدي. بس أنا بدي شيء بسيط، يعني شو رأيك باللي لغاية الآن مش مصدقين إنه ناس طلعوا على القمر عندنا مجتمعنا؟ كيف مش هذول بس مجتمعنا أستاذ خالد، مش بس مجتمعنا، يعني أنا مش عارف كيف بحكي لك. هل تعلم إنه بداية فكرة إنه الإنسان ما هبط على القمر جاءت من الولايات المتحدة نفسها؟ وإمتى؟ بنهاية الستينيات، بعد الإيفنت نفسه. والسبب في حينه، تعرف رحلة أبولو كانت في سياق إنه تشويش حدا فاتت أو موسيقى. أوكي، رحلة أبولو كانت في سياق حرب فيتنام. طيب، وكان هناك شكل متزايد معارضة لحرب فيتنام لعدة أسباب، من ضمنها أنه بدأوا عشرات ومئات الجثث من الأمريكيين يرجعوا للولايات المتحدة، وصار في شوي معارضة زيادة لهذه الحرب العبثية اللي اعتبروها، فصار في نوع من أزمة الثقة بين الشعب وبين الحكومة الفيدرالية. فاعتقدوا في حين الناس، يعني بعض الناس على الأقل، اعتقدوا أنه رحلة أبولو وهبوط الإنسان أو الأمريكيين على سطح القمر هي في إطار دعائي عشان يخففوا الضغط الداخلي عليهم. فحكوا لا، هاي كلها كذب ومش مظبوط ومؤامرة وبصر إيش.
وطبعا هاي الامور راحت لانه ما يعني بنعرف انه الحقائق احنا بنحكي عن حقائق انه هبوط ست حالات هبوط على سطح القمر ست مرات ست رحلات من ابولو 11 لابولو 17 اثناء ابولو 13 في كل مره كان بيهبط رائدين فضاء يعني 12 رائد فضاء مجموعهم طبعا قاموا بتجارب من ضمنها تجارب ثبتوا ايضا اجهزه قياس زلزالي للزلازل القمريه ثبتوا المرايا العاكسه اللي اتاحت لنا قياس بعد القمر عن الارض من خلال الليل الى اخره فبنعرف انه هاي حقائق مش تزوير لكن الموضوع اهمل فتره فكره المؤامره هاي اهملت فتره وعادت مؤخرا بفضل الانترنت باختصار يعني الانترنت هي اكثر وسيله حاليا لأن بإمكانك تأخذ منها العلم وبإمكانك تأخذ منها الإشاعة والمؤامرة والأشياء هاي ومن ضمنها طبعاً الأرض المسطحة يعني جمعية الأرض المسطحة بسموه الفلات إيرث سوسايتي هاي حقيقة هاي عبارة عن جمعية عالمية ويعني نشأت في الغرب يعني تخيل الدول اللي بترتاد الفضاء ووصلت بلوتو وما بعده في ناس عندهم بين مواطنينهم بيعتقدوا لسه الأرض مسطحة فهذا خلص يعني شو بدك تعمل طيب شكرا أهلين لا احنا اتمنى من الجمعيه سيد اتمنى الجمعيه انها يعني تزيد دوعي المواطن عندنا بالقضيه هاي يعني نتمنى نعم والله مش غلط ممكن احنا نعمل محاضره بس شو هي ليش يعني دلائل على كرويه الارض ودورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس بس هيك نوع من التثقيف يعني مش هدفنا نرد عليهم يعني احنا الواحد عنده اشياء اهم بس انه نوعي الناس شو الدلائل ليش نحكي انها هيك وعلما انه كرويه الارض معروفه منذ القدم حتى من ايام ارسطو كان عنده دلائل البحاره كانوا بيعرفوا الأرض كروية ليش؟ لأنه النجوم تتغير مواقعها ارتفاعها عن الأفق بتغير حسب خط العرض كان معروف قاعد حتى الملاحين العرب والمسلمين كانوا بيعرفوا أنه ارتفاع النجم القطبي عن الأفق يحدد دائرة العرض اللي انت عليها يعني مش معقول بالقرن العشرين بعصر الساتلايت الواحد وعشرين بيحكوا أنه الأرض مسطحة وإلى آخره فعلا شيء عجيب معنا السيد جمال والسيد حسين ألو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا استاذ حسين ازيك يا دكتور حنا عامل ازاي تمام الحمد لله حضرتك انا برضو في سؤال برضو سؤلته يعني كم عدد رواد الفضاء الذين نزلوا على القمر هو يعني برضو ده طرح عليا بس انا طبعا انت طبعا ان شاء الله هنستضيف حضرتك في لقاء قادم يعني ما في مشكله انا بس مش فاهم يعني انا هو يعني ايه حكايه العدد بالنزول على القمر يعني هم شوف ست رحلات نجحت في الوصول من أبولو 17 باستثناء أبولو 13 فلما تحسب ستة في كل رحلة كان يهبط رائدين فضاء ف12 رائد فضاء في واحد دائما كان بيبقى في المدار في المركبة الأم يعني اللي بتعود المركبة الهبوط يعني وطبعا هم سموها The Eagle Has Landed يعني معروف العبارة لأبولو 11 وهي المركبة بتعود تلتحم مع المركبة المدارية فبرجعوا ثلاث رواد وهي المركبة النهائية هي اللي بتعود بالدفع النفاث إلى مدار الأرض وبتهبط بهبطوا بعدين على سطح الأرض فهي العملية إذا 12 رائد فضاء فقط قاموا بالهبوط بالفعل على سطح القمر في عندنا السيد جمال وبعدين السيد نصير أو ناصر ناصر يعطيك العافية دكتور حنا الله يعافيك أهلين دكتور أنا كان سؤالي تقريبا أنت جاوبته هلأ اللي هو عملية الإقلاع يعني بعد ما رائد الفضاء نزل على سطح القمر كيف تتم عملية الرجوع إلى الأرض هذا هو سؤالك نعم. هو نعم. شوف الحلو بالموضوع انه جاذبيه القمر ضعيفه يعني سدس جاذبيه الارض على سطحه يعني فعمليه الاقلاع وانك تفلت من قبضه الجاذبيه سرعه الافلات كثير اضعف من سرعه الافلات على الارض فبالتالي عمليه العوده سهله نسبيا طبعا من خلال محركات دفع النفاث بترجع بتلتحم بالمركبه المداريه اللي هي بتدور حول القمر هي المركبه الام اللي بيكون فيها رائد الفضاء اللي حكينا عنه ثالث وبعدين برجعوا ببعض المناورات كلها من خلال عملية دفع النفاث برجعوا باتجاه الأرض مدار ما بين الأرض والقمر يعني في مرحلة انتقالية ما بين القمر والأرض وصولا إلى الأرض بياخذوا كمان مدار حول الأرض وشوي شوي بالأخير عن نقطة معينة برجعوا بنزلوا باتجاه الأرض وطبعا تهبط في النهاية المركب الكابسول من خلال الباراشوت طبعا بدنا نعرف شغلة إنه أو يعني ملاحظة حلوة حكاها نيل أرمسترونغ بهذا الخصوص قال إنه
الذي قاد المركبة من الأرض إلى القمر هو نيوتن، وأنا كل اللي عملته أني فقط قمت بتحريك بعض الأذرع وكبست بعض الأزرع شيء بهالمعنى، لأنه بالفعل هي عبارة عن ميكانيكا كلاسيكية بحت فقط، كلاسيكال ميكانيكس، فيزياء نيوتن يعني، ليست إلا. شايف. هل تم العثور على نسب العناصر النبيلة؟ في سؤال على الشات لأنه صاحبه أو صاحبته مش الميكروفون من قبل. أستاذ هشام بيضي، نعم. هل تم العثور على نسب العناصر النبيلة، الأرجون والكريبتون والزينون وغيرها على القمر، وهل تم تحليلها؟ لأنه أعلم لو قدرنا نحل الأساس وجود هذه العناصر ممكن يعطينا تنبؤات بسيطة عن تاريخ التصادمات التي حدثت مع القمر، وبالتالي معرفة نشأة المجموعة الشمسية ومنها نشأة الكون. أنا اللي بعرفه من العناصر اللي هي الهيليوم 3 اللي هو تم التأكد من وجوده يعني، وهذا وجود موجود بكميات كويسة على سطح القمر. هاي أصلاً واحدة من الأفكار إنه ممكن استثماره بالمستقبل، معروف الهيليوم 3 راح ممكن يفيدنا في موضوع الاندماج النووي، وبالتالي ممكن يفيدنا في حصول على الطاقة في المستقبل على سطح القمر. لكن مش متأكد بالنسبة للعناصر زي الأرجون والكريبتون والزينون، ممكن نبحث عن الموضوع يعني، ما عندي جواب، بس بعتقد، بس باعتقادي إنه كثير يعني، ما تنسوا إنه القمر بيتعرض باستمرار للقصف الرياح الشمسية والأشعة الكونية. أولاً هو ما عندوش غلاف مغناطيسي وما عندوش غلاف جوي، وبالتالي كل هاي نحكي الرياح الشمسية اللي هي أساساً مكون معظمها من بروتونات وإلكترونات وأيضاً أنوية الهيليوم ونسبة قليلة جداً من العناصر أنوية العناصر الأثقل، كلها بتضرب بسطحها مباشرة وتعمل تغييرات وإلى آخره. فبتوقع راح يكون في تشكيلة عجيبة يعني على سطحه من هاي العناصر، لكن ممكن نتأكد من الموضوع. في معنا السيد ناصر وبعدين السيد محمد قوقزة. السيد ناصر نصير بتقدر تعمل حاجة تفضل سيد ناصر. يعطيك العافية دكتور حنا. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. سؤالي أنا عن موضوع السبيس ديبري، أو هي المخلفات اللي بتتركها الصواريخ والمركبات الفضائية لما تطلع على على المدار على الفضاء. وإذا مثلا موضوع يعني السفر على الفضاء راح يصير كوميرشل، راح تزيد هاي المشكلة، فهل في أي جهود حقيقية لحلها؟ هل شوفها مشكلة؟ إيش عمال بيصير بالموضوع هذا؟ نعم، هو شوف لحد شكرا، سؤال مهم جدا هذا الموضوع. بس لعلمكم يعني هناك يعني مخلفات فضائية طبعا منذ بداية عصر الفضاء، ويعني وضع الأقمار الصناعية في مدارات حول الأرض. طبعا ما تنسوا المدارات مختلفة، في مدارات low earth orbit بسموها LEOs يعني بتكون منخفضة، في مدارات متوسطة، في مدارات بعيدة اللي زي الجيوسنتريك جيوستيشنري عفوا أوربت إلى آخره. هاي كلها أي قمر صناعي له فترة حياة معينة، بعدها خلاص بيطلع من الخدمة. فبعض المدارات اللي بيكون في المدارات القريبة ممكن يرجعوها شوي شوي من خلال أجهزة دفع النفاذ، تدخل في الغلاف الجوي وبتحترق وبتروح. بس بشكل عام المركبات الأبعد، الأقمار الأبعد بتضل في الفضاء، هاي واحدة يعني حتى بعد انتهاء خدمتها. اثنين، في عنا قطع بتروح بعضها من الصواريخ نفسها، الصواريخ اللي بتوصل هاي الأجسام أو الأقمار بتوصلها لمداراتها، أيضا في أجزاء منها بتتناثر، في قطع بتروح الساتلايتس برضو بعضها ممكن تفقد أجزاء إلى آخره. فهناك كمية هائلة يعني، طبعا هناك دراسات بتحكي أنه طبعا الأجسام الكبيرة مثلا ممكن تبلغ عددها بالآلاف، الأجسام بين 1 إلى 10 ممكن تكون سنتيمتر يعني، ممكن تكون بمئات الآلاف. الأجزاء الأصغر من 10 سنتي أو 1 سنتي ممكن توصل بالملايين يعني. هناك بالفعل أصبح الفضاء مليء بالجنك، بال يعني الحطام الفضائي، المخلفات الفضائية. نعم، وحلها مش عملية سهلة. بدأت هناك من فترة طويلة دراسات نظرية، طيب كيف نتخلص من هاي النفايات؟ ومؤخرا اعتقد اليابان اطلقت او راح تطلق، مش متاكد اطلقته ولا هي اوريدي يعني حكت عن الموضوع، بس مش متاكد اذا تم اطلاقه ولا لسه، راح تكون اول قمر صناعي او مركبه خاصه فقط لتنظيف منطقه معينه من الفضاء يعني المحيط بالارض، اللي هو خاص ب
الأقمار أعتقد القريبة أو لو إيرث أوربت. والسبب طبعا إحنا ما ننسى إنه ممكن بعض الأقمار الصناعية ممكن تكلف ملايين، إحنا نحكي بعض أقمار مكلفة جدا يعني، وممكن برغي واحد تايه زي كيف بحكي واحد رصاصة طايشة إنه يدمر مثلا اللوح الإلكتروني، اللوح الشمسي اللي بيزوده بالطاقة الشمسية، أو ممكن يعطب شيء مهم في الآخرين. فيعني تخيلوا شيء تافه ممكن يدمر مشروع بالملايين. فإذا ما تم تنظيف البيئة الفضائية المحيطة بالأرض من هاي المخلفات، فرح تشكل بالتأكيد خطورة على المركبات وعلى الأقمار الصناعية المستقبلية، وحتى على الرحلات البشرية المأهولة. نحن نحكي أنه الارتياد البشري الفضاء راح يزيد، متوقع أنه يزداد بالمستقبل، وبالتالي ممكن تشكل. على فكرة من فترة بوجيز سمعنا أنه كان في ثقب في محطة الـ ISS، المحطة الفضائية الدولية، وعملوا لجنة تسرب منه بالضبط الأكسجين، وعملوا لجنة تحقيق يشوفوا كيف صار وإلى آخره. بعدين سكتوا شوي عن الموضوع، ما بعرف شو صار يعني. وفي آخر طلعة آخر رحلة تزويد قالوا إنه في شغلة عشان يعالجوا هذا التسرب، بس طبعا هذا التسرب أقل بقل يعني بكثير مما يمكن حتى كشفه، فهم يعني في حالة أمان. بس طبعا من حيث المبدأ الموضوع بضله خطير، فلازم يتلافوا. طيب هلأ في معانا السيد محمد قوقزة. محمد، أستاذ محمد. أيوه تفضل أستاذ محمد. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، الله يسلمك. شو أخبارك دكتور؟ الله يخليك، شو أخبارك أنت؟ الله يسلمك دكتور. أنا أول شيء يعني بشكرك على هاي المحاضرة، محاضرة قيمة جدا جدا. تسلم. ثاني شيء دكتور بدي أسألك عن كيف يد الفضاء جاذبية الأرضية حتى نزلوا عليه، على حتى هبطوا على القمر. معلش. عملية الدوران اللي هي حول الأرض حسب قانون نيوتن لعدم عدم التوازن ومع عدم التوازن الوراي. إذا فهمت سؤالك منيح، لو كان الصوت شوي متقطع، إنه لما تحط مركبة حول الأرض إنه كيف بتدور حول الأرض هيك هي؟ هذا سؤال. يعني هي كيف تتخلص من جاذبية الأرض يعني بمعنى، وحتى توصل للقمر يعني باختصار هيك السؤال. اوكي، هو عنده كان مشكله بالنت لانه دخل وطلع بجوز 10 مرات لحظه اكثر يمكن. استاذ محمد لو نتاكد بس سؤالك، ممكن تحطه على الشات. بس اذا بدك تحكي عن المدار حول الارض، اذا انا فهمت السؤال، المدار حول الارض طبعا احنا الجسم بيكون في حاله سقوط دائم نحو الارض، لكنه ما بوقع على الارض لانه مداره، لو اخذت المدار نحكي الدائري، فالجاذبية دائما باتجاه مركز الأرض والحركة متعامدة عليها، فبالتالي هو كأنه في حالة سقوط حر مستمر، عمره ما بيوصل الأرض، لأن الأرض في النهاية جسم محدود الحجم، فهو دائما في حالة سقوط حر زيه زي أي جسم ساقط نحو الأرض، لكن بحركة أفقية. طبعا ممكن يأخذ الحركة العامة اللي هي الحركة الإهليلية. فهذا هي باختصار يعني، هي الجاذبية اللي بتخليه في حالة دوران حول الأرض. هي ملاحظة كأنه من هشام. نعم، حكى أنه عنده مشكلة في النت، بس الجميل أنه إحنا المحاضرة بكل تفاصيلها يعني أصلاً مسجلة، فحتى إذا في شخص عانى من موضوع الاتصال والانقطاع، هي محفوظة كلياتها يعني بحوارها. في ملاحظة مهمة أستاذ هشام بيضين بيحكي، أعتقد باستخدام تكنولوجيا نانو تكنولوجي قدروا يتوصلوا للكونكريت النانوي، بحيث يمكن وضعه على اللوحة الإلكترونية، ومن أهم الأشياء هو خاصية التنظيف الذاتي. هذا من الأمور اللطيفة اللي بنصحوا فيها لما أطلقوا الأشرعة الشمسية سولار سيلز. طبعا نانو تكنولوجي هي طبعا لها تطبيقات مهمة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وضمنها طبعا موضوع التنظيف الذاتي، وبعتقد أنه كل أقمار الصناعية المستقبلية راح تستخدم هاي التكنولوجيا لتنظيف أشرعتها الشمسية وإلى آخره. جميل، شكرا أستاذ هشام على الملاحظة. يا بسمع. دكتور عبد الفتاح، تفضل. كيف حالكم؟ كيف حالك؟ أهلين. هل يا بسمع أحكي؟ أهلا، تفضل تفضل. شكرا شكرا. أولا أنا بدي أشكر الدكتور حنا وأشكر أعضاء الجمعية حقيقة على ريادتهم بالنشاط هذا، يعني اللي هو نشاط ريادي حقيقة. الله يخليك. في أزمة كورونا واضح إنه يعني التعليم عن بعد والزوم فادنا كثير بأنه نتواصل إحنا وياكم
ونشاهد صحيح. فعالياتكم صحيح. مش بس أنا لحالي وأكيد شريحة عريضة من المجتمع صحيح صحيح دكتور شكرا لكم تسلم تسلم بس بدي أعلق على الريادة أي رائد في أي موضوع فهو يعني بيكون مصدر شهرة فكيف برائد الفضاء هذه 100% صحيح أي موضوع دمين. أي رائد يعني بيكون هو مميز عن الآخرين نعم. ريادي من اسمه هو رائد صحيح هو يتميز عن الآخرين أو أول شخص الدكتور حنا بصورته بالسماعات هذه بس بدون هو رائد فضاء والفضاء اللي خلفه بس بدون خوذة انتوا شايفين الارض هيو على القمر هيو على القمر انا على القمر وراي الارض نعم نعم فوراي هاي على فكره الصوره اذا حبيتوا انا راح بس اورجيكم صوره لحالها من غير انا بعرف الاليه التقنيه هاي. عارف التقنيه هاي نعم لا بس انا حبيت اورجيكم عجبتني بحيث انك كنت كمان رواد الفضاء بخاصه تسلم تسلم دكتور هاي صورة حقيقة مشهورة اسمها The Earth Rise شروق الأرض هاي من أول الصور اللي شافوها رواد الفضاء اللي هبطوا على القمر أثناء شروق الأرض طبعا ما حدا فينا شاف شروق الأرض باستثناء اللي هبطوا على سطح القمر شافوا هاي الصورة أو داروا عليه حول القمر على الأقل شافوا هاي الصورة الأرض وهي تشرق من خلف الأفق القمري طبعا هذا شيء رائع جدا يعني وفريد هلا شكرا دكتور لمداخلتك واحنا سعداء بمشاركتك معنا دكتور بارك الله فيك انا دائما معك ان شاء الله الله يسلمك هلا شكرا هلا. طيب ضل في شيء استاذ محمد قوقزه بيحكي عنده مشكله في النت ما في مشكله هاي يعني تحصل يعني شو بدنا نعمل ما بتوقع ما في ملاحظات او اسئله ثانيه استاذه بسمه نعم يعني وتبقى فعالياتنا مستمرة وإحنا يعني سعداء جدا بهذا الحوار وهذا الانفتاح وإحنا عمالة منعيش بهاللحظة هاي يعني واحدة من فضائل الاتصالات الفضائية بالنهاية إحنا عم نتواصل عن طريق الإنترنت وهي واحدة من تطبيقات الفضاء فالعالم عماله بيصغر العالم قرية كبيرة من حيث الحجم كبير ولكن من حيث سهولة الاتصالات فنحن نعيش في قرية كونية إن شاء الله دائما نستمر ومننوه كمان إنه الفعاليات يعلن عنها أول بأول وإن شاء الله كمان رح يكون في عندنا فعاليات في رمضان في ساعات يعني مناسبة للناس نعم. مع أجواء رمضان معلش أتفضل يا دكتور عمار مساء الخير الجميع شكرا أستاذ بسمة وشكرا للجميع الله أنت من مهمة لمهمة لمهمة كمان رأى بس خليني أنا حقيقة يعني في عنا فعالية يوم الأربعاء حول السماء المعتمة فبنذكر جميع الإخوة المشاهدين سواء في الفضاء الافتراضي أو في الحجرة أو في اللايف إنه يوم الأربعاء في عنا فعالية ندوة حول السماء المعتمة وفيها مواضيع حقيقة مهمة جداً وهي ضمن فعاليات الاتحاد العالمي الاتحاد الفلكي العالمي فإحنا هذا أسبوع السماء المعتمة والسماء المعتمة تعني الكثير بالنسبة للفلكيين لأنه جمال السماء اللي إحنا حقيقة نطمح إلها وبيجي طلعوا مخيمات فلكية بيعرفوا قديش السماء جميلة في الصحراء وكلما اقتربت من المدن وصار في التلوث الضوئي تتشوه قبة السماء بالتالي نحن ما زلنا لحد هذه اللحظة نناضل بأن يعني تبقى السماء غير ملوثة ونستطيع قراءة قبة السماء والاستمتاع بها فراح يكون الندوة حوالي من 5 محاضرات في هذه الندوة طبعا موجود نزلنا الإعلان وراح إن شاء الله ننزل الإعلان خلال المرحلة القادمة إن شاء الله طيب دكتور شكرا للجميع ممكن أضيف كمان نقطة احنا عندنا محاضرة أقرب اللي هي بعد غدا يعني يوم الاثنين للدكتور قيس العمري الساعة 6 أعتقد ولا نسيت أي ساعة راح تكون الإعلان موجود الساعة 6 مساء نعم راح يتحدث عن تطبيقات الأقمار الصناعية وتطبيقاتها البيئية تطبيقات الأقمار الصناعية في البيئة دكتور قيس العمري برضو. نعم يعني بالتالي عندنا نشاط الاثنين نشاط الأربعاء والحبل على الجراف زي ما بيقولوا واعتقد بكره في نشاط هان الضليع نعم صحيح على صفحه الجمعيه صحيح هو كمان نشاط هان الضليع حول المواقيت يعني خلينا بس نعطيهم دقيقه نذكر في المجموعه يعني راح يكون غدا ان شاء الله نشاط
مش الموقيته برضو كمان في إطار السماء المعتمة يعني برضو في هي نفس فعاليات السماء المعتمة. نعم فراح يكون بكرة إن شاء الله في فعالية حول هذا الموضوع أعتقد. أعطوني دقيقة بس دقيقة حتى نحطكم الصورة كاملة. أوكي هو مش موجود على صفحة الجمعية بعتقد. نعم موجود. حقيقة راح يكون في حول أوقات الصلاة فقه وفلك. ضيف الشرف الأستاذ الدكتور علي القرد داغي الأمين العام للاتحاد العلمي لعلماء المسلمين. هذه الندوة سوف تبدأ بآيات من القرآن الكريم الساعة 6 مساء، ثم كلمة الدكتور المهندس عوني الخصاوني الأمين العام للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير المركز الإقليمي ورئيس الجمعية الفلكية، ثم كلمة للأستاذ دكتور علي القرة الأمين العام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكلمة للفلكي هاني الضليع عضو الاتحاد الفلكي، وكذلك الدكتور نزار الشيخ ثم جلسة حوار. هاي بكرة راح تكون تقريبا تبدأ الساعة 6 مساء إن شاء الله. تمام إذا أسبوع حافل زي ما أنتم شايفين. نعم. أوكي تمام. ماشي إذا نشكركم على حضوركم ومشاركتكم في هذا النشاط، ونراكم في نشاطات المقبلة بدءا بنشاط يوم الغد واليوم الاثنين ويوم الأربعاء. شيك دكتور عمار. نعم أوكي. وفي نشاطات أخرى بس خليها بوقتها. في وقتها نعم بك. نعم أوكي. يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية دكتور حنا. نشكر حقيقة على يعني هاي الفعالية كانت رائعة جدا، والفيلم يعني ياريته يعني رح ننشر الفيلم مرة أخرى إن شاء الله. نعم. لأنه فيلم جميل. أنا راح لي أجزاء منها لأنه كنت أنا على نعم أنا عارف. نعم راح أحط الرابط على صفحة الجمعية وصفحات أخرى يعني. الله يسلمك إن شاء الله. تسلم سلام. السلام عليكم. الله يخليك العافية.